أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا موسى جميل وصديقة جميلة من ذوي الإرادة. صديقتنا الجميلة بسبب إصابتها بالكانسر فقدت أحد ساقيها بدرا من أعلى الركبة. تحديات كتير بتواجهها، لكنها بقوة إرادتها وعزيمتها بتتغلب عليها ومتواجهها بكل شجاعة. ابتسامة جميلة كلها أمل ورضا ثقة بالنفس، وعلى ساق واحدة وعكاز واحد بتعيش صديقتنا الجميلة حياتها رغم كل التحديات والآلام. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية صاحبة الإرادة وقوة إرادتها، رفضت الإسلام للإعاقة.